بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنستكمل سلسلة المحاضرات اللي كنا بدأناها الخاصة بالشبكات العصبية أو الـ Artificial Neural Network. النهاردة إن شاء الله بنسجل من كتاب جديد بالنسبة للبلاي ليست بتاعتنا. الكتاب ده كتاب مشهور وكتاب كويس جدا وكتاب يعني مور سيمبل. الكتاب ده اسمه Neural Network Design، زي ما انتم شايفين الكتاب على موقع أمازون، الكتاب Neural Network Design Second Edition بتاعته. والكتاب ده مشهور به هاجان، المؤلف بتاعه مارتن هاجان. اوكي، ده الكفر بتاع الكتاب اهو اللي احنا شغالين منه. وان شاء الله النهارده ان شاء الله بنغطي بشكل ما اجزاء من شابتر 3. اوكي، طيب، في شابتر 2 كان في جزء خاص عاوزين نراجعه، اللي هو ملخص موضوع الموديل بتاعه النيرون. وشابتر 2 ده كان بيتكلم على نيرون موديل اند نتورك اركتكتشر. ده نيرون، زي ما انتم عارفين النيرون ده بالمحاضرات السابقه كان عباره عن سميشن. اوكي، وبعدين بيدخل او بعمل اجريجيت او ويتد سميشن، وبعدين بدخله على الاكتيفيشن فانكشن اف. هنا الانبوت بيرمز ليه بالبي، الويت ماتريكس دبليو، والبايس بي. البايس لو انتم فاكرين اللي كان ليه علاقه بالثريشولد. اوكي، فالمفترض ان ده سينجل انبوت نيرون، يعني هو نيرون واحد والدخل بتاعي ليه فيتشر واحد او باترن واحده، وبالتالي السميشن بتاعك كان بي دبليو او دبليو بي. تعال نفترض بقى عشان لما ندخل على الماتريكس يبقى دبليو بي بلس بي، بس هنا مفيش ماتريكس ولا في فيكتور لان هو نيرون واحد وسينجل انبوت. يبقى الان بتاعتي دي عباره عن دبليو بي زائد مين؟ دبليو بي زائد البايس. الكلام ده بيدخل على مين؟ على الاكتيفيشن فانكشن، وبالتالي الخارج بتاعك اللي هو خارج النيرون عباره عن فانكشن اوف. اوكي، على حسب الداله دي الارجمنت بتاعتها او الدخل بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن دبليو بي بلس مين بلس البايس. ده كان السنجل انبوت نيرون. كمان هنحتاج المالتيبل انبوت نيرون، يعني حضرتك عندك نيرون واحد. اوكي، وعندك الانبوت بتاعي ليه اكتر من فيتشر، ليه اكتر من فيتشر او اكتر من دايمنشن. احنا هنا في النوتيشن بتاعه الويت ماتريكس بنبدأ ان كل نيرون بينظره رو في الماتريكس، يعني ده نيرون 1 هتلاقي كل الكونكشن اللي داخله على النيرون ده بتبدأ بسبسكريبت 1، وبالتالي من الفيتشر الاول للنيرون يبقى دبل 1 1. ده نفس النيرون يبقى دبل 1 2، دبل 1 3. ده النيرون، عفوا، ده الفيتشر الاخير اللي هو السايز بتاعه او رقمه R هيبقى دبل 1 R. والبايس طبعا مرتبط بالنيورون، فعندي بايس واحد فقط، وده اللي هو حاصل ضرب او الاجريجيت او الويت اجريجيتد اللي هو حاصل ضرب الفيتشر في الويت، وبالتالي القيمه دي بتدخل على الاكتيفيشن فانكشن يطلع الاي. فبرضه نفس القانون اي بيساوي اف في دبليو بي زائد البي، وزي ما انت شايف الدبليو بتاعتك عباره عن فيكتور. اوكي، والبي بتاعتك عباره عن فيكتور زائد البايس اللي هو معمول سمول وما هوش بولد ولا حاجة. اوكي، الرسمة دي ممكن ارسمها بشكل مختصر. طبعا انت عارف ان الدايمنشن هنا بتاعت مين؟ الدايمنشن بتاعت الانبوت هي عبارة عن R، وبالتالي كأنها فيكتور، وبالتالي كأنه R في واحد. طبعا ده عبارة عن رو فيكتور، رو فيكتور، عفوا، عبارة عن نمبر، النمبر في رو عبارة عن R وهو كولوم واحد، وبالتالي السايز عبارة عن ان رو R رو. اوكي، وهو كولوم واحد يبقى R في واحد. ده السايز بتاع مين؟ بتاع الانبوت. طبعا النيرون عندي نيرون واحد فقط، وبالتالي هتلاقي ان الدبلو بتاعت حضرتك عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن رو واحد. اوكي، لان number of row بتناظر number of نيرون. انا عندي كم نيرون؟ عندي واحد، يبقى واحد. وبتوصل بـ input لـ R رو يبقى واحد في R. طبعا لما اضرب دول في بعض الدبلو في البي R في واحد في R في واحد هيطلع one element. الone element ده هيتجمع مع مين؟ مع البي اللي هي بي واحدة، وبالتالي الناتج بتاعك واحد في واحد، يعني سكيلر قيمة ما هياش لفيكتور وماتريكس، وبتدخل على الاف عشان يديك مين؟ عشان يديك الخارج. دول اللي احنا محتاجينهم بشكل كبير في شابتر 3. يبقى عرفنا السنجل نيرون وعرفنا مين المالتيبل انبوت نيرون. كمان محتاجين نبص على مين؟ نبص على الاف. يا ترى الاف دي اشكالها ايه؟ او الاكتيفيشن فانكشن دي اشكالها ايه؟ لما تروح تبص على الاكتيفيشن فانكشن اللي هي الداله اللي بتتحكم فيه الخارج بتاع حضرتك، طبعا دي دوال كلها موجوده. اوكي، الداله اللي احنا محتاجينها بشكل كبير هي سيمتريكال هارد ليميت. سيمتريكال هارد ليميت
دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن دي شكل الدالة. لو ال N بتاعتك اللي هو حاصل ضرب ال W في ال B طلع المجموع ده اكبر من صفر، يبقى الخارج بتاعي بواحد. لو الخارج بتاعي بكام؟ واحد. ولو طلع اقل من صفر فالخارج بتاعي ناقص واحد. اوكي، ده شكل مين؟ شكل السيميتريكال هارد ليميت. ممكن نرسمها من بعض عشان نبينها. لما تيجي تبص للدالة دي، هي بشكل ما اللي اخذناها في المحاضرات السابقة اللي هي كانت عبارة عن الساين. ساين مش تراجنومتريك، ساين، ساين دالة الإشارة. ساين اوف مين بقى؟ ساين اوف ان. يعني ايه؟ لو الان بتاع حضرتك موجب يبقى الدالة بتاعتك بكام؟ يعني لو ده موجب يبقى الخارج بكام؟ بواحد. ولو الان بتاعت حضرتك سالب يبقى الخارج بكام؟ يبقى الخارج بناقص واحد. وده اللي باينه، ده الان، لان دي اللي هي حاصل ضرب الدبلو في البي زائد طبعا زائد البايث، انا اسف نسيت هنا البايث، زائد البايث. اوكي، والاوتبوت بتاعك يا اما واحد يا اما ناقص واحد، يعني الاوتبوت لا يحتمل الا قيمتين، يا اما واحد او ناقص واحد. لو الانبوت بتاع حضرتك في اي قيمه هنا موجبه هتلاقي الخارج بتاعك بكام؟ بواحد. لو الانبوت عفوا لو حاصل ضرب الدبلو بي زائد البي او الان قيمه نيجاتيف هتلاقي الخارج بتاع حضرتك بكام؟ بناقص واحد. هو ده الهارد ليمث. الهارد ليمث دي بتكتب الداله دي في الماتلاب، هارد يعني هارد ليميتر، هارد ليميتر وايه كمان؟ وسيمتريكال. هارد ليميتر وسيمتريكال دي الحاجات اللي احنا محتاجينها واحنا داخلين على مين؟ واحنا داخلين على شابتر 3. شابتر 3، شابتر 3 بقى بيتكلم على ايه؟ خلاص عرفنا احنا بنتكلم من الكتاب بتاع نيورال نتورك ديزاين بتاع هجان، وشفنا الحاجات اللي احنا محتاجينها، عرفنا عن ايه اكتيفيشن فانكشن، شفنا النيورون موديل، وشفنا السنجل انبوت نيورون 1 نيورون، وشفنا المالتيبل انبوت ومع النيورون الواحد. تعالى بقى دلوقتي نبص على شابتر مين؟ شابتر 3. شابتر 3 بيتكلم بشكل كبير على مثال بيوضح بيه شابتر 2 بشكل كافي. المثال ده كان عبارة عن كأن بعمل كلاسيفيكيشن اوكي لفاكهة معينة، بحيث ان انا في مصنع وعندي كونفيور بيلت، عندي سير خط انتاج. اوكي، خط الانتاج ده اهوت داخل عليه مجموعة من الفواكه، بدخلها على مجموعة من المجسات او المستشعرات اللي هي السنسور، بيتشوف حاجات في الفيزيكال بروبريتي بتاعت مين؟ بتاعت الفاكهه. يعني ايه؟ يعني داخل لي مثلا ابل، داخل لي اورنج، اوكي، داخل لي باينابل، وات ايفر من الفاكهه اللي داخله، وانا عندي مجموعه من السنسور بستعملها عشان ان انا يبقى عندي خط انتاج اقدر اخد فيه مثلا التفاح لوحده، اخد فيه البرتقال لوحده، اخد فيه اكتر من فاكهه في اكتر من طريق، وليكن ده التفاح وده البرتقال. اوكي، السنسور دي هتعمل ايه؟ السنسور كل مطلوب منه ان هو يديني قراءات لاشكال او سمات فيزيائيه او سمات شكليه. اوكي، لمين؟ للفاكهه. وبناء عليها الفيتشر دي بتدخل على مين؟ على شبكه عصبيه نيورال نتورك، والنيورال نتورك بتدي كوماند بتقول للسورتر افتح المسار ده ولا افتح المسار ده. بناء على مين؟ بناء على قرار النيورال نتورك اتعلمته. اذا كان النيورال نتورك احنا عارفين ان هي بتتعلم، فاحنا عاوزين نشوف التعليم بتاع النيورال هيعمل ايه معانا في المثال ده. يبقى احنا في خلال المثال ده زي ما قلنا ان انت عندك شبكه عصبيه، عندك سنسور بتحس بيه حاجات معينه، وليكن هنا بشكل واضح السنسور ده هيديني حاجه خاصه بيه الشيب، يا ترى هي راوند، يا ترى هي اليبتك، حاجه باينه ان هي كانها اليبتك، انها اليبس مثلا، ولا راوند. اوكي، الويت بتاعها يا ترى الوزن بتاعها مثلا اكبر من باوند او اقل من باوند. كمان الملمس بتاعها يا ترى الملمس ده رف ولا سموث، رف ولا سموث. اذا كان القراءات بتاعتنا 1 اور ماينس 1، يعني يا اما الحاجه اتحققت يا اما ما اتحققتش، يعني الدخل بتاعي يا اما 1 او ماينس 1. اوكي، هنبدا من خلال السنسور دي، يبقى انا السنسور ده هتديني كام قراءه؟ 3. بيدخلهم على مين؟ على النيورال نتورك. طبعا كل 3 قراءات من دول بيحددوا لي فيتشر للانبوت اللي داخل، الفيتشر للانبوت اللي داخل. وبناء على القيم دي تبدا النيورال نتورك تقول ان نفتح المسار ناحيه الابل عشان الفاكهه دي اللي انا صنفتها على انها ابل تنزل هنا، ولا افتح المسار ناحيه الاورنج عشان تنزل مين؟ تنزل في الاورنج. تمام يا جماعه، ده بشكل ما التطبيق اللي احنا محتاجين نعمله. هنا هنشوف 3 باترن او 3 اركيتكشر للنيورال نتورك عشان اقدر اعلم بيها الشبكه دي. اوكي، الحاجه الاولى اللي هي عباره عن الفيد فورورد نتورك، ودي ممثله في البرسبترون، وهنشوف دايره تانية عباره عن
كومبتيتيف نتورك، ودي ممثله في الهامينج نتورك، وهشوف اخر حاجه الهوب فيلد، وهشوف اخر حاجه الهوب فيلد. دول الثلاث اركتكتشر بتوع النيورال نتورك اللي يقدروا يساعدوني في التريننج البسيط ده. احنا زي ما قلنا خلاص ان احنا هنطبق ثلاثه من الاركتكتشر بتاعه النيورال نتورك. هنشوف الفيد فورورد نتورك، ودي ممثله في البرسبترون، وهنشوف الكومبتيتيف نتورك او الشبكات التنافسيه، هنشوف منها نوع اسمه الهامينج نتورك، وهنشوف حاجة تانية اسمها Recurrent Associative Memory، ودي ممثلة بالHub Field Network. دول تلت طرق للحل. تعال اول نشرح المشكلة بتاعتنا. زي ما قلنا المشكلة بتاعتنا ان احنا بنحاول نعمل Sorting للفروت، اوكي، ماشي على Conveyor Belt، على خط انتاج، اوكي. في عندي مجموعة من السنسور بتقيس تلت حاجات: Shape والTexture والWeight. الShape ده يا اما هو Round، بشكل ما Round، اوكي، وبالتالي الخارج بتاعي هيبقى واحد بتاع السنسور. ولو كان الحاجه اللي داخل دي ما هياش راوند وهي كانت مور اليبتيكال، يعني قريبه من الالف، هيبقى الخارج بتاعك بتاع السنسور ناقص واحد. كمان هنشوف الفيتشر بتاعه التكستشر، الملمس بتاع الفاكهه، لو كانت بواحد معناه ان السيرفس بتاع الفروت سموث ناعم زي الابل مثلا، اوكي. لو كانت بناقص واحد يبقى السيرفس ده مين؟ رف. وكمان سنسور تالت بتاع مين؟ بتاع الويت، بتاع الوزن. يا ترى الفاكهه اللي داخله دي وزنها كام؟ اقل من باوند ولا اكبر من باوند؟ لو كانت اكبر من باوند هيبقى الخارج بتاعي واحد، وان كانت اقل من باوند يبقى الخارج بكام؟ بناقص واحد. كده خلاص التلاته سنسور دول اللي داخلين على الشبكه العصبيه، والهدف ان النتورك بتاعتي تساعدني في قرار عشان يقول لي اي نوع من الفاكهه موجوده حاليا، او الثمره دي اللي موجوده على الكونفاير بيلت يا ترى هي فاكهه ايه بالظبط. عشان نبسط الامور هنخلي كان الموضوع بيعمل سورتنج للابل والاورنج، ابل واورنج زي ما انتم شايفين، وشرحنا ده خلاص، اوكي. طيب كده دلوقتي اي فاكهه تيجي لي هنا هيبقى لها كام فيتشر يا جماعه؟ لها كام سمه؟ لها كام انبوت؟ لها عباره عن ثلاثة، اوكي. الثلاثة دول اتفقنا عباره عن الشيب والتكستشر ومين والويت، بالترتيب الشيب والتكستشر والويت. طيب تعال نشوف بقى الفيكتور ده هيبقى عامل ازاي. يعني حضرتك ده البي، احنا اتفقنا البي هو عباره عن الانبوت، اتفقنا اول اليمنت فيه بيمثل الشيب، تاني اليمنت بيمثل التكستشر، تالت اليمنت بيمثل مين؟ بيمثل الويت. تعال بقى نقول لو اللي موجود ده متوقع ان يكون اورنج. الاورنج ممكن تكون بشكل ما، اوكي، دائري. الاورنج ممكن تكون دائري، اوكي، واحد. وكمان الملمس بتاعها مش ناعم، وبالتالي الخارج بتاع السنسور ناقص واحد. والوزن بتاعها اقل من باوند، اقل من باوند، اوكي. طيب ده بالنسبه للاورنج، فممكن ده يكون احتمال. يعني اذا كان بي واحد بالشكل ده اقدر اقول ان اعمل بريدكت، طالما الحاجات دي معايا من خلال قراءات السنسور، فاقدر اقول ان ده اورنج، وبالتالي ادي قرار ان المسار اللي بيودي على الاورنج عشان قطعه الفاكهه او الثمره اللي موجوده على خط الانتاج تروح على مين؟ على الاورنج. لو انت بتتكلم في ابل فبرضه ممكن تكون الابل بتاعتي ممكن تكون دائريه، وممكن يكون الملمس بتاعها بقى هنا ناعم، ملمس التفاح مختلف شويه عن الملمس البرتقال، فبالتالي ده واحد، اوكي. والوزن بتاعها برضه صغير زي مين؟ زي الاورنج، وبالتالي الخارج مين؟ ناقص واحد. يعني ممكن يكون ده باترن، ده شكل من اشكال الابل الاورنج، وده شكل من اشكال مين؟ شكل من اشكال الابل. اتفقنا بقى النيورال نتورك بتاعتك هتبقى عباره عن سنجل نيورون، نيورون واحد، وليه كام دخل يا جماعه؟ ليه 3 دايمنشنال انبوت فيكتور، اوكي. اتفقنا ان المفروض ان انت بتوصل لقرار، القرار ده يا اما هي اورنج، اوكي، يا اما هي مين؟ هي ابل. زي ما اتفقنا احنا هنحل عن طريق 3 ديفرنت نيورال نتورك. هنحل في الاول عن طريق مين؟ عن طريق البرسبترون. البرسبترون اللي هنحل بيه برسبترون بسيط خالص، هو عباره عن سنجل لاير، ادي لاير واحده سنجل لاير، احنا بنعدش الانبوت زي ما اتفقنا واحنا بنشرح في محاضرات النيورال نتورك السابقه. بعض التكست بوك بيعد ده، بيعد الانبوت كانه لاير، لا لا احنا مش هنعده في هجان في الكتاب بتاعنا ده ما بيعدش ده، وبالتالي دي فيرست لاير او الانبوت لاير، عفوا دي 1 لاير، اوكي، دي 1 لاير. ال 1 لاير دي لما تشوفها زي ما قلنا الانبوت بتاعك السايز بتاعه ار، وطبعا ار بالنسبه لي ان كل انبوت عباره عن كام فيتشر او كام جزء، كام كومبوننت، عباره عن 3، دي الار، تمام. وبشكل ما هنستخدم السيمتريكال هارد ليميت. سيمتريكال هارد ليميت
في الاكتيفيشن فانكشن اللي موجوده اللي هي دي، اللي هي عباره كانها داله ساين لو كان المجموع بتاع الان اكبر من 0 يديك 1، وان كان اقل يديك مين؟ يديك ناقص 1. اوكي شباب. طيب بعد ما عملت الكلام ده تعال عشان نبسط عمل البرسبتروم بتاعنا، تعال نفترض ان انت هتعمل برسبتروم بس تو انبوت. طب هعمل تو انبوت ازاي؟ هي اساسا الفيتشر اللي جايه بتاعه كل حاجه كان لها 3 سنسور، يعني دي لها 3 قراءات، يعني ما تنفعش 2 انبوت. لا انا هوريك الاثنين انبوت بتشتغل ازاي. اوكي، ثم ابص على مين؟ على الخارج بتاعي، اشوف الدنيا اشتغلت كويس واقدر اعمم الفكره اللي اكتسبتها من التو انبوت الى مين؟ الى 3 انبوت. تعال نشوف ال 3 انبوت. اتفقنا ده شكل التو انبوت بتاعنا اهوت B1 B2 وداخل على سنجل نيرون. اوكي، واتفقنا ان النوتيشن بتاع الدبلو بقول ده نيرون 1 يبقى دبلو 1 1، ثم ده نيرون 1 يبقى دبلو 1 بتاع النيرون و2 بتاع مين؟ بتاع الفيتشر. طبعا المفترض وبتجمع عليهم البايس، يعني المفترض ان عباره عن مين دلوقتي؟ عباره عن دبلو 1 1 B1 زائد دبلو 1 2 B2 زائد مين؟ زائد البايس. ده عباره عن الان. ان كان الكميه دي كلها اكبر من 0 فالخارج بواحد، وان كانت اقل من 0 فالخارج بكام؟ بناقص 1. طبعا الداله دي اللي بنقولها هارد لمس اللي هي هارد ليميتر سيمتريكال، اللي هي الداله دي موجوده في الماتلاب، وبضرب الدبليو في البي كفيكتور. اوكي، واجمع عليهم مين؟ واجمع عليهم البايس. لما نعمل الكلام ده اوكي، تعال نفترض بيقول ان السنجل نيرون بيرسبترون هيقدر يصنف انبوت فيكتور لتو كاتيجوري. اوكي، تعال الاول بيقول لي ايه؟ افترض ان انت الدبليو 1 1 بناقص 1، هنا حط قيمه بناقص 1 وحط القيمه الثانيه بكام؟ بواحد. اوكي، هيبقى الخارج بتاعك الهارد ليميتر اوف ان عباره عن مين بقى؟ عباره عن الهارد لمس لمين بقى؟ انت اتفقنا ان الدبليو، الدبليو هنا بكام؟ هو قايل لك اسيوم ان هي بناقص 1 1، يبقى ناقص 1 1. احنا اتفقنا ان هو عباره عن رو، عدد الرو في الدبليو يناظر عدد النيرون، وانا عندي كام نيرون؟ 1، يبقى هو رو 1. وكم كولوم؟ يناظر مين؟ عدد الفيتشر، وبالتالي هي رو في 2 كولوم. القيمة الأولى ناقص 1 والقيمة الثانية بكام؟ 1. الكلام ده مضروب في الباترن اللي داخل بي. اوكي، زائد مين؟ زائد البايس. عشان نعمل ده بشكل كويس تعالى نرسم ونشوف الدنيا معانا هتمشي ازاي. اوكي، طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ تعالى نروح للرسم كده. احنا اتفقنا ان المفترض ان انت بشكل ما الخارج بتاعك بيكون دبل 1 1 بي 1 زائد دبل 1 2 بي 2 زائد البي. لو الكلام ده اكبر من الزيرو يبقى انت في كلاس 1، لو الكلام ده اقل من زيرو يبقى انت في كلاس 2. ليه؟ ما هو اكبر من زيرو هيبقى الخارج بتاعك 1، واقل من زيرو الخارج بتاعك ناقص 1 بناء على الداله بتاع الهارد ليميتر. اوكي، ولو كان بيساوي زيرو يبقى انا هنا واقف على حاجه اسمها ديسيجن باوندري، على الخط الفاصل بين التو كلاس، يعني بالظبط كان هنا في كلاس وكان هنا في كلاس وفي خط فاصل. معادله الخط الفاصل دي اللي انت بتدور عليها اساسا، والمعادله دي معتمده على مين؟ على قيم W11 W12 ومين؟ والبايس. والقيم دي حاليا مش في الشابتر ده، في مجالنا في النيورال نتورك هتجيبها من خلال حاجة اسمها تريننج، من خلال التريننج، لكن حاليا احنا بنعملهاش بالتريننج ولا حاجة. اوكي، يبقى خلاص عرفنا ان ده الديسيجن باوندري بتاعنا. وفي الكتاب احنا افترضنا قيمة W11 معطي، يعني طبعا ده مش هيتعطى بعد كده لان ده المفروض يجي من حاجة اسمها تريننج، ان W11 بيساوي سالب 1 W12 بيساوي الواحد والبايس بيساوي ناقص 1. ده معادلة الخط الفاصل، وانا حطيته هنا بيساوي 0 عشان ده معادلة الخط الفاصل، لكن لو كان اكبر من 0 يبقى بيمثل كلاس، ولو كان اقل من 0 بيمثل مين؟ بيمثل الكلاس التاني. خلاص هجيب B2 هنقل ده في طرف، يبقى B2 ناقص B1 بيساوي 1. انا عاوز ارسم المعادلة دي. اوكي، لما اروح ارسم المعادلة دي لما تحط البي 1 بيساوي 0، بي 1 بيساوي 0 تلاقي بي 2 بيساوي 1. اوكي، ولما تحط البي 2 بيساوي 0، بتحط البي 2 بيساوي 0 تلاقي ان البي 1 بيساوي ناقص 1. ده معادله الخط الفاصل. لو عاوز تعرف بقى انت فين بالظبط، يعني عاوز تعرف فين الابل وفين الاورنج، فين قيمه الخارج بواحد وقيمه الخارج بناقص 1، حط الصفر والصفر. لما تحط الصفر والصفر اتعوض بنقطه الصفر والصفر، لما تعوض بنقطه الصفر والصفر يبقى ده طبعا ده صفر وده صفر، وتبقى البي ايه علاقته بقى؟ يا ترى البي ده اللي هو ناقص 1 اكبر من 0؟ لا ده اقل، يبقى انا فين؟ يبقى انا في كلاس 2، يبقى كلاس 1 فوق وكلاس 2 تحت، كلاس 1 فوق وكلاس 2 تحت.
اوكي يا جماعه، ده الخط الفاصل. كده عرفنا ان السنجل نيرون، ان السنجل نيرون بيمثل خط فاصل. يعني اذا كان البيانات بتاعه حضرتك دي البيانات، هنفترض البيانات بالشكل ده اوكي، وفي هنا بيانات تانية بالشكل ده، اذا كانت البيانات دي لينير سيبرابل يعني يمكن فصلها بخط لينير، فاقدر استخدم مين؟ اقدر استخدم وان لاير عشان تعمل لي لينير سيبريشن. لينير سيبريشن. لو كانت البيانات بقى ما تنفعش تتفصل بخط لينير، يبقى ده محتاج مين؟ محتاج مالتي لاير، محتاج مالتي لاير. هنا بقى هتلاقي كمان في الرسمه اللي اترسمت، هتلاقي ان الديسيجن باوندري عمودي على الويت ماتريكس اوكي، وان الخط بتاعك الفاصل ده البوزيشن بتاعه ممكن يحصل له شيفت عن طريق مين؟ ممكن يحصل له شيفت عن طريق البي، ممكن يحصل له شيفت عن طريق مين؟ عن طريق البي اوكي. دي الرسمه اللي احنا رسمناها بايدنا بالشكل ده، وتلاقي المنطقه اللي فوق دي او كل المنطقه اللي هي المظلله دي اللي هي الكلاس الثاني اللي هو ان اكبر من صفر. شوف بقى ان اكبر من صفر، كنت انت عاوز الخارجي يساوي الابل ولا يساوي الاورنج، وان اقل من زيرو هنا. وعلى الخط ده المفترض ده الخط مين؟ الخط الفاصل اللي جبنا معادلته عن طريق اننا اديتك W11 و W12 ومين؟ البايس اوكي. الكلام ده كان باستخدام مين؟ البرسبترون اللي هو التو انبوت، اللي هو التو انبوت. لكن المشكله معايا هنا ان لو كان، اسف لحظه واحده، خلاص زي ما قلنا في الرسمه بتاعتنا دي خلاص ينفع تعمل بالسنجل نيرون برسبترون، وكان هو قادر ان هو يفصل بين بيانات، البيانات دي الى تو كلاس، ودي معادله الخط الفاصل اللي هي فصلناها بدل ما كانت في الفيكتور فورم عملناها W11B1 زائد W12B2 زائد البايس بتساوي صفر، وقلنا الباوندري بتاعنا لينير. تعالى بقى نرجع للمثال، احنا كنا هنا بنتكلم على 2 فيتشر B1 B2، لا احنا عندنا 3 فيتشر B1 B2 B3 اللي كانوا بيمثلوا مين؟ اللي كانوا بيمثلوا الشيب والتكستشر والويت اوكي. يعني الار بتاعت حضرتك بكام؟ الار بتاع حضرتك ب 3. ده شكل المعادله الهارد ليميتر اللي هو السيمتريكال، وده عندي 1 رو يناظر النيرون و3 كولوم تناظر السايز بتاع الانبوت اللي هو W11 W12 W13 مضروب فيه الثلاثه فيتشر بتوع الانبوت B1 B2 B3 زائد مين؟ زائد البي. مطلوب من حضرتك ان انت تجيب لي البايس، ومطلوب منك كمان ان انت تجيب لي مين؟ W11 W12 W13 اوكي، اللي عباره بيمثلوا لي الخط الفاصل بين مين؟ بين التو كلاس، عشان يبقى لو الخارج بتاعك اوكي الاوتبوت بتاع البرسبتور لو كان واحد يبقى انا بتكلم على ابل، ولو كان ناقص واحد يبقى انا بتكلم على مين؟ بتكلم على اورنج. لما تروح تبص على الخارج بتاع حضرتك اللي كان موجود ده، اللي هما الاثنين فيتشر او التو بروتوتايب اللي كانوا معنا اوكي، عاوز ارسمهم، كنت بتتكلم على المعادله بتاع 3 2 دي كانت بتمثل الفيتشر بتاعت مين؟ الفيتشر بتاعت الاورنج، ودي الفيتشر بتاع مين؟ ودي الفيتشر بتاعت الابل اوكي. الفيتشر دي اللي احنا كنا شايفينها قبل كده كانت عباره عن 1 ناقص 1 ناقص 1، وده كان بيمثل 1 1 ناقص 1. لما تروح تبص على الفيتشر دي بشكل كويس تلاقي ان الفيرست اليمنت في الاثنين بواحد، والثيرد اليمنت بناقص 1، يعني متشابهين. اللي بيفرق الحاله بتاعه البروتوتايب بتاعه الاورنج من الابل هو الفيتشر رقم 2 اللي كان بيمثل مين؟ اللي بيمثل الملمس بتاع الثمره بتاعه الفاكهه، ان كان ناعم يبقى ده ابل، وان كان ملمسه خشن يبقى ده ايه؟ يبقى ده البرتقال اوكي. وبالتالي بي 2 هو المميز، وبالتالي لو انت رسمت الثلاثه في 3 دايمنشن بي 1 بي 2 بي 3 يبقى المفترض البلين، احنا كنا بنتكلم في 2 دايمنشن فكنت بتكلم على خط فاصل، دلوقتي بتكلم في 3 دايمنشن، يبقى الخط الفاصل هيكون عباره عن بلين. البلين ده بشكل ما هيبقى بيربندكولار او اورثوجونال على مين؟ على بي 2، يعني البي 2 اللي هيحدد. يعني اي قيمه لبي 1 اوكي مش هتفرق لان الاثنين متشابهين، بي 1 وبي 3 ناقص 1 مش فارقين خالص، اللي هيفرق معاك مين؟ هو البي 1. فكان انا واخد بلين او كان واخد شيت، والشيت ده قاعد بتحرك بيه على البي 2 بحيث يديني مين؟ يديني القيمه بتاعتي. ان كانت ناقص 1 يبقى انا بتكلم في اورنج، وان كانت 1 يبقى انا بتكلم على مين؟ بتكلم على الابل اوكي.
ليه؟ لان زي ما اتفقنا الاثنين دول متشابهين في قيمه البي 1 ومين البي 3. اوكي، هيبقى الديفرنس بين الاثنين باترن موجود بس مين في بي 2. وبالتالي ممكن تقول اوكي ان القيم عامله كده. احنا اتفقنا ان بي 2 بيساوي 0، هيبقى ده الخط الفاصل، بي 2 بيساوي 0. ليه؟ لان البي 2 اوكي هو العمودي اللي بتحرك بيه. لو اي قيمه ثانيه غير بي 2 بتساوي 0 هتلاقي ان السيستم مش شغال بشكل كويس. طب طالما بي 2 بيساوي 0 يعني ايه؟ يعني لو انا ضربت الدبليو باي قيمه هيت زي ما انت شايف مع ده، بص كده، ده رو في فيكتور بيديني 1 اليمنت، يعني 0 في بي 1 زائد 1 في بي 2 زائد 0 في بي 3، تاني 0 في بي 1 1 في بي 2 زائد 0 في بي 3 زائد 0 بيديني 0، وده هيطلع منه 0 في بي 1 ب 0، 1 في بي 2 ب 2، 0 في بي 3 يديك 0، فده كله يديك مين؟ يديك بي 2، بي 2. وبالتالي قيمه الويت اللي هو دبليو 1 1 دبليو 1 2 دبليو 1 3 بقوا موجودين اهم خلاص من الاستنتاج اللي احنا قلنا عليه. والبايث بكام؟ والبايث ب 0 زي ما انت شايف، ادي الدبليو 0 1 0 والبي بكام؟ والبي بي 0، ده الويت ماتريكس. اوكي، ولان حضرتك واضح ان البلين اللي انت بتقسم بيه المفروض يكون عند الاورجن، فعشان كده البايس بيساوي صفر، لان البايس زي ما قلنا بيمثل الشيفت زي ما قلنا عليه قبل كده. اوكي، تعالى نشوف لو دخلنا على السيستم ده قيم بي 1 بي 2 بي 3، يعني السيستم اتعلم خلاص، طبعا احنا ما عملناش تعليم، احنا استنتجنا كده بمجرد النظر. لو انا دخلت بقى الفيتشر بتاعه الاورنج هيبقى الخارج عامل ازاي؟ دي الفيتشر بتاعه الاورنج زي ما انت شايف هي راوند اوكي، والملمس بتاعها خشن والوزن بتاعها اقل من باوند. اضرب بقى كده 0 في 1 ب 0، 1 في ناقص 1 بناقص 1، وده 0 يبقى الخارج هنا ناقص 1، يبقى كل ده بناقص 1. طب الهارد ليميتر السيمتريكال لو كان ناقص 1 يبقى الساين بتاعتها بكام؟ بسالب 1، وسالب 1 ده معناه ان هو ايه؟ ان هو اورنج زي ما اتفقنا. اوكي، طيب لو رحت تجرب الابل، الابل زي ما اتفقنا هي راوند اوكي، والملمس بتاعها ناعم والوزن اقل من باوند، وبالتالي 1 1 ناقص 1، اضربهم في الويت اللي احنا جبناها 0 1 0 والبايس 0، المجموع ده 0 1 0 فالمجموع 1. الواحد ده معناه ايه؟ الواحد ده معناه ان هو ايه؟ ان هو ابل. اوكي، طيب لو حصل بقى دلوقتي ان انا ما عنديش نوت سو بيرفكت اورنج، ما عنديش اورنج بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه، الفيتشر بتاعتها مختلفه شويه. يعني ايه مختلفه شويه؟ يعني مثلا تعال نقول ان الاورنج بدل ما كانت دائريه بقت اليبتيكال، اوكي بقت اليبس. احنا اتفقنا ده اليبس، ده كان واحد كان راوند، لا هنحطه سالب واحد وتبقى الفيتشر ثابته، يبقى سالب واحد سالب واحد سالب واحد. هروح اجرب، لو جربت بده يعني جاي لي فاكهه مختلفه شويه، الفيتشر بتاعتها مش فيتشر كامله اوكي، ودخلتها على نفس الدايره اللي اتعلمت 0 1 0 اوكي، ده الويت وده البايس وده الاورنج بس مش كامل، يا ترى الخارج بتاعي بيساوي كام؟ طبعا ده 0 وده ناقص 1 وده 0، يبقى الخارج كله ناقص 1 وناقص 1 ده اللي هو مين؟ وناقص 1 اللي هو مين؟ اللي هو الاورنج. يعني ستيل الدايره بتاعتي بتادي بشكل كويس. ده ما كانش فيه مشكله خالص. المشكله حاليا هي عباره عن ايه؟ المشكله مع حضرتك ان انت دلوقتي لو رحت على براكتيكال بروبلم اوكي، المثال بتاع الابل والاورنج كان سهل اوكي، وتقدر ترسمه عشان بترسم في 2 دايمنشن او ماكسيمم في 3 دايمنشن. طب لو كان عندك انبوت بيحدد باكتر من فيتشر، انبوت بيحدد باكتر من فيتشر اوكي، هنعمل ايه؟ يعني كمشكله مثلا بتاعه تشخيص مرض معين، والمرض ده ليه اعراض كتير قوي، فالعرض الاولاني والثاني والثالث والرابع والعاشر هيبقى 10، يا ترى هتعرف ترسم في العشر دايمنشن؟ هذه نقطة. اوكي، النقطة التانية هتجيب الويتس ازاي؟ اوكي، يبقى في البراكتيكال بروبلم الموضوع ده مش هينفع. وفي نفس الوقت يا ترى البيانات بتاعتك تقدر تفصلها بخط لينير ولا لا؟ لان البيانات بشكل ما او حياتنا كلها بشكل ما هي عبارة عن نون لينير. اوكي، هنكتفي بهذا القدر، وان شاء الله المحاضرة القادمة هنستكمل التو اركتكشر اللي اتكلمنا عليهم اللي هم الهامينج نتورك والهوب فيلد. إن كان المحتوى عجب حضرتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ونلتقي في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.